دلوقتي إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل برزنتيشن على التليفون باستخدام الجوجل سلايدز. أولا ننزل جوجل سلايد على التليفون، وإن احنا نخش على البلاي ستور ونكتب جوجل سلايدز دي أب. أوكي، جوجل سلايدز أنا أوريدي منزلها عندي. لو ما كانش هتدوس انستول وهينزلها لك على التليفون بتاعك. اوبن جوجل سلايدز. لو انت عندك سلايدز قبل كده هتبان قدامك، ما كانش فيه هتلاقي الشاشة اللي قدامك دي فاضية. هتدوس على الزائد اللي تحت على اليمين دي، بحيث ان انت هتقول له عايز اعمل برزنتيشن جديدة، فهتدوس على القلم نيو برزنتيشن، هيفتح لك برزنتيشن فاضية واول سلايد موجودة فيها. فهنكتب هنا التايتل بتاعت البرزنتيشن بتاعتنا، my first presentation. اوكي، وهاجي هنا اكتب اسمي محمد توفيق. اوكي، وكده ايه السلايد الاولانية بتاعتنا جهزت. عشان نبتدي نحط سلايد تانية هندوس على الزرار اللي على برضو تحت على اليمين اللي هو فيه علامة زائد ده، هندوس هيقول لنا عايز السلايد الجديدة بتاعتك شكلها ايه. فانا هختار السلايد اللي هي تايتل اند بودي. اوكي، وهكتب هنا برضو هاجي هنا دبل كليك وهقول له سأسف دبل كليك اللي فوق، وهكتب هنا سلايد تايتل، واخش هنا برضو بالدبل كليك here I write my text، وندوس enter، و this is another line. طيب بعد ما بنخلص بندوس على علامة الصح اللي فوق على الشمال. اوكي، كده احنا خلصنا السلايد دي. هنعمل سلايد جديدة ونحط المرة دي فيها صورة، فعشان احنا عايزين الصورة ممكن ناخد واحدة فيها مكان فاضي. هندبل كليك برضو هنا سلايد with picture، هنا here is the text. اوكي، وبعدين هندوس على علامة الزائد اللي فوق قرب النص دي، في علامة زائد لوحدها. اوكي، اول ما هندوس عليها هيبان عندنا انت عايز انسرت ايه، فهنقول له عايزين انسرت ايمج. طيب هتعايز الايمج دي منين؟ عايزها من الفوتوز ولا عايزها من الكاميرا؟ اوكي، فانت هتقول له مثلا انا عايزها من الكاميرا او من الفوتوز. انا هبتدي بالفوتوز. اوكي، وهقول له هات لي فوتوز من الدرايف بتاعتي من على جوجل درايف. هفتح جوجل درايف بالاكاونت بتاعي وهخش على اي حاجة عندي فيها صور. فهنا مثلا انا هختار الفولدر ده ولاقي عليه مجموعة صور ممكن اضيفها لو عايز. اوكي، مثلا انا هحط الصورة دي، خلاص هيبتدي يجيبها ويحطها على السلايد بتاعتي. اقدر احركها فوق وتحت، اقدر اصغرها واكبرها، اعمل فيها اللي انا عاوزه. اوكي، وبعدين كده انا خلصت الشغل على السلايد، ممكن ابتدي احط سلايد جديدة واضيف فيها بعد كده اللي انا عاوزه، او ممكن مثلا على السلايد دي هقول له اد، ممكن اد تكست او اد شيب، شيبس زي ايه، مثلث ودايره ومستطيل وكلام من ده. مثلا هنا ادي انا حطيت مثلث، واقدر المثلث ده اغير الالوان بتاعته. اوكي، ان انا هخلي اللون بتاعه برتقاني، اي مكان بقى ايه، او اخضر او. طيب وبعدين ندوس على الصح اللي فوق على الشمال. كده خلصت الايديتنج بتاع السلايد. دلوقتي انت عملت برزنتيشن.
اوكي ادي تايتل وادي شوية كلام وكلام وصور، عايز بقى البرزنتيشن دي تعرضها. اغلب الناس ما بتشتغلش ب جوجل برزنتيشن، وكتير برضو هتحتاج تعمل برزنتيشن مش هتلاقي ان انت عندك انترنت، فمحتاجين نعمل لها داونلود، محتاجين ننزل البرزنتيشن دي ونعملها في صورة تنفعنا. فهنقول له تاني، انا معلش عملت الحتة دي بسرعة، النقط اللي فوق على اليمين هندوس عليها، وبعدين ندوس على شير اند اكسبورت. اوكي، ومن على شير اند اكسبورت هنقول له ايه؟ هنقول له سيف اس. هيقول لنا بقى انت عايزها باوربوينت ولا بي دي اف ولا اوبن دوكيومنت ولا غيرها من الحاجات. الباوربوينت طبعا هي الحاجات المشهورة، لكن ميزة البي دي اف ده ان انت تقدر تفتحه على اي حاجة وعلى اي كمبيوتر، فلو حتى كمبيوتر معهوش باوربوينت ولا ليبرو اوفيس ولا عليه انترنت، في الغالب هتلاقيه ممكن تفتح من خلاله البي دي اف فايلز. المهم هتقول له اوكي داونلود، خلاص ونزلت الفايل ده، وممكن تفتحه بقى بعد كده وتبعته لأي حد يشغله على الكمبيوتر بتاعه. يا ريت لو دي تكون مفيدة، ولو في أي أسئلة أنا أكون سعيد بأن أنتوا تسألوني، وأن احنا نزود على الفيديوهات دي علشان تقدروا تعملوا presentations أحسن وبوسائل سهلة ومتاحة ليك دايما. أشوفكم على خير إن شاء الله.